السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة تكنولوجي ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نخدموا هاد البردة كما راكم تشوفوا فيها، سهلة وبسيطة. تشكلوها كاع المشغولات تاعكم، تزينوا بها لي فيس ولا لي شا لي زيشاب ولا بور لي بيبي ولا لي شابو ولا المهم. نبدو بسم الله على بركة الله. غادي نستعمل كروشي رقم 2.5، والبواقي اللي يكونوا عندكم تاع الخيوط تخدموا بها. نبدو باللون الابيض، بسم الله على بركة الله. نديروا دائرة سحرية، نزيروها ونطلعوا بسلسلة واحدة، وداخل هاد الدائرة نديرو 12 غرزة حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، واحد عشر، اثناش. خدمنا 12 غرزة حشو. نعاودو نحسبوهم، زوج، ربعة، ستة، ثمانية، عشرة، اثناش. زوج، ربعة، ستة، ثمانية، عشرة، اثناش. زدنا وحدة. نبلعو الدائرة السحرية جيدا بهاد الشكل. وندخلوا في اول غرزة، ونجيبوا الخيط تاعنا الغوص، نغلقوا المنزلقة بهذا الشكل. نقطعوا الخيط تاعنا الابيض، نطلعوا بأربع سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. نحاول ندو معنا في الأول هالخيطان زوج، ندخلو هنا في السلسلة الأولى، عفوا، ندير لفتين، ندخلو في السلسلة الأولى، ونخدمو عمود بلفتين، نخرجو من اثنين، بعد اثنين، بعد اثنين، عاود لفتين في نفس المكان، عمود بلفتين، اثنين، بعد اثنين، بعد نفس المكان، عمود بلفتين. ديرو واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وندخل في الغرزة الموالية ونديرو غرزة حشو. كملنا من البتيلة الأولى في نفس المكان، نطلعو بأربع سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وندخلو في السلسلة الموالية لفتين، واحد، اثنين، نعاودو لفتين، نخرج من اثنين، عاود اثنين، عاود اثنين، اثنين، عاود اثنين، عاود اثنين، عاود نحسبو واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ونروحو للسلسلة الموالية ونديرو غرزة حشو. كيما راكم تشوفو خدمنا
بيتي لا الثانية أو لا دوزيام فاي تاع الوردة. نعاودو واحد اثنين ثلاثة ربعة ونروحو للسلسلة المولية ونخدمو لفتين نخدمو بنفس الطريقة نكملو لفتين ندخلو نديرو العمود الثاني لفتين نعاود لفتين وندخلو في نفس المكان ونديرو نخرجو من اثنين عاود اثنين عاود اثنين نحسبو واحد اثنين ثلاثة ربعة وندخلو في السلسلة الموالية ونديرو غرزة حشو. فوالا كملنا الورقة الثالثة بهذا الشكل. دوك نكمل عندنا نورمالمون نديرو ستة نكمل حتى السادسة ونرجع معاكم. فوالا البنات راني في البتيلة الأخيرة أو الورقة الأخيرة نخدمو تلت أربع سلاسل في السلسلة الموالية نختم واحدة لفتين نعاود لفتين ونخدمو عمود عفوا نخرجو من اثنين اثنين عاود اثنين نحسبو واحد اثنين ثلاثة ربعة ندخلو في الغرزة هذه الأولى اللي دخلنا فيها نديرو منزلقة فوالا نثبتو الخيط تاعنا بهذا الشكل ونقطعو. فوالا البنات بعد ما جينا إلى نهاية الفيديو تكملنا مع الوردة شوفوا كي جات. فوالا بعد ما نظفنا الخيوط من هاد الجهه نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وشكرا على المشاهده والى فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.